بتعيش حد يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معي بنص البال بكلاشنكو. مرحبا معكم علاء الدين بحلقة جديدة وفيديو جديد من برنامج رأيي مش مهم. يا جماعة بعتذر كتير على القطعة اللي صارت من آخر فيديو نزلته لليوم. في عندي ناس مشتركين جداد برحب فيهم أول إشي، بحكي للناس اللي اشتركت جديد في القناة مرحبا وأهلا وسهلا، وبتمنى تشاركوني دايما في الكومنتات أو أي إشي بدكم إياه تحطوا لي إياه في الكومنتات عشان أقدر أضل مستمر. دايما الإشي اللي بيخليني أكمل دايما دعم الناس. أكيد أي إنسان فينا لو بيشوف دعم وبيشوف طاقة حلوة من الناس راح يكمل ومش راح يوقف الإشي اللي بيسويه. كانت عندي شوية ظروف والحمد لله حاليا يعني كل شيء أهون وأحسن الحمد لله. بديش أطول، اليوم راح نسمع أغنية بوكا الثوم، هاي أول أغنية في الألبوم، لازم نعمل شاوت أوت لحدا بغني، بنسمعه وبنبلش في الحلقة. اتوقع هذا الاستوديو للبول لانه مره حضرت اشي على فويس وكان بنفس المكان اللي هو فيه يعني حاليا. الاستوديو ساعة بس لأهرب من راسي وبالخيبة بعد بس اسطوري حراس وبيسألوني ليش بتغني وبتراب يا لحظة عم غني من بطني لي بطني التراب. They just want this fucking product, they don't care how I feel. ليش بتراب بالانجليزي fuck you I know I'm real. You can think what you want and I can feel. اسمع أول شيء أنا بحكي كتير هس أنا هون حب بوكا الثوم لأنه غير، مش زهقنا الاشي اللي بيسويه اللي هو الR&B كتير حلو والأغاني اللي بيعملها كتير حلوة، بس عن جد أنا بالنسبة إلي إذا بضلني أسمع نفس الشغل دايما بصيبني ملل وخلص بزهق. هذا الإنسان بصير بس بيعمل هاي الأغاني عشان الفيوز تمام. فأنا بالنسبة إلي إنك تغير في الأشياء اللي بتقدمها إشي كتير حلو، حتى لو بتلعب إشي جديد برضو هذا إشي كتير حلو. What I feel اللي غني ولك تسمع هيك الاسم بتصير يا انا عجبني الاشي بعطي دوم احسن ما عندي وقت الكرب وقت الضيمة انت بلبي ساكن. اسمع بوكا الثوم ايش ما يعمل بيكون اشي كتير جامد. ممكن كتير ناس ما يعجبهاش هذا العمل انهم متعودوا خلص على الاغاني زي ممنون او ترحال او الاغاني اللي فاتت اللي سمعناها كانت كتير جامدة، بس تنسوش بوكا الثوم بلش بالأولد سكول وبلش بهاي الطريقة، وأنا من الناس اللي عن جد بحب أسمع هذا الإشي كتير. بحب أسمع R&B وبحب أسمع الأغاني اللي بيعملها. هذا الإشي بالنسبة لي بفشل لي غلي عن جد كتير. ليكا وأنا بلبي سالن سيفا بسم الله بسم الله بسم الله ريت وربي يا من خوفك كنت شاور وأنا لشورك اجمع ربي كل محبينك حولك لسه ناطر مين يدعيلي بدل يدو بمناديلي حفرة من فوق بناديلي نازل فيها رادم سيدي. نفسي يجيبوه على فلسطين، اقسم بالله نفسي يجيبوه على فلسطين. زي ما فوتوا ناس بتقدر تفوتوا بكره ثم على فلسطين والله. يا ما تكسر ما اديفا ما غير لم تنديفا هي ذهب غيرها مطلي وانت صلب البحر تطلي يا الحلو دائما في البرودكشن كل إشي شغل بوكا الثوم. إذا بننتبه من الفيديو يعني من الموسيقى من الفيديو من التصوير هو اللي بيخرج. بحس كل إشي كل الأعمال اللي بنزلها بحس هو هذا الشغل. عمره ما كان دواء طيب عمره ما كان إنه مهين طريق مش لين ولا أنا لين باطل 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 بين قلبي كبير وصدري ضيق انا بنهي with the dance off انت بتنهي with your pants on اي بشي نغز لان هون straight from the bottom that's back home putting our name on the map هون لا لا
اسمع التراك كتير جامد، في ناس كتير مش راح يعجبها عن جد، التراك كتير حلو عن جد، غير وما زهقكش، لانه اغلب الاغاني اللي اخر مره سمعناها كانت كتير حزينه وكتير بنفس اللون ماشيه، فلا اشي حلو انه لعب لون جديد وبدايه البوم. وفي كتير ناس راح تحكي انه مثلا ولا وتوقعنا فيديو مش طبيعي وتوقعنا الانتاج يكون خرافي، لا مش شرط، ممكن باقل الشغلات تطلع اشياء كتير حلوه بصراحه، يعني انا هذا الشيء بامن فيه كتير، مش ضروري اذا البوم يكون الفيديو واو ومدفوع عليه مليون الف، يعني بعرفش، مش مهم، بالعكس المهم بساطه الفيديو ويوصل الاشي اللي بده يقدمه بطريقه كتير حلوه. وانا بحب كلثوم كتير، والاغنيه صراحه عجبتني وعلست دغري. لا والله good job man، نعمل لايك. البرودكشن شوف يعني الشغل بيشتغل هو اصحابه قاعدين، ليش الاغنية كتير حلوة صراحة، الناس اللي تعودت على الاغاني تبعت بكرثوم الحزينة رح تضلها بهداك الجو مش رح تطلع، فلا اسمع التراك وعن جد كتير حلو. وبصراحة انا بالنسبة لي كمان متوقع الالبوم رح يكون كتير جامد. وكمان شغلة تنسوش انه هاي لسه اول اغنية، والالبوم عبارة عن 12 او 11 تراك، تعرفوش كم اغنية راح تكون بالجو اللي الناس بتدور عليه. فهاد هو، وهاي حلقتنا، ان شاء الله نستمر ونضل مستمرين. تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتحطوا كومنت تحكوا لي ايش حابين اعمل رياكشن على فيديوهات، ونراكم بحلقة جديدة من برنامج رأي مش مهم. Peace.